باجي. ايه الحمد لله كلنا بخير. لا 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 مفيش حاجه، هاله كويسه خالص. لا دي نايمه، هيحصل لها ايه بس؟ ايه عينك الشمال اللي بترف دي وقلبك اللي بيدق؟ حاجه هتحصل؟ ما حصل. قصدي يعني ايه اللي هيحصل؟ لا لا اطمن خالص، هي في سابع النومه دلوقتي، وانت كمان تقفل السكه وتروح تنام. ايه نزل اجازه امتى؟ الو 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 الو، الخط اتقطع. هو الجدع ده ما عندوش ريحه الذوق، حد يكلم خطيبته في انصاص الليالي كده؟ ايه يا نريمان، شاب اصيل وشهم وجدع، احساسه ما يخيبش، حس انها في ازمه ومشكله، سافر الغردقه مخصوص عشان يكلمها بالتليفون. طب يا سيدي كتر الف خيره، مش هتنام بقى؟ ننام، ومين هيجي له النوم بعد الخضه دي؟ طيب احضر لك العشاء يا بيه. عشاء؟ حد له نفسي للعشاء؟ انت ايه اللي مقعدك لحد دلوقتي؟ ما روحتيش ليه؟ زمان امك مخطوطه عليك. امي مش في البيت، ما حدش في البيت. امال امك فين؟ مش جوز امي قبضوا عليه وهو بيسرق الغسيل من على الحبال. انا ما بتكلمش عن جوز امك، بتكلم عن امك. ما هي امي بقى اللي كانت بتصرف له البضاعه، قصدي يعني الغسيل، كانت بتجيب الغسيل تكويه وتحطه في اكياس وتبيعه للجيران على انه مستورد من بورسعيد. لا 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 يا بيه، انا وامي ولاد اصل، لولاش بس الزمن جرى علينا وكلام الناس وحش. طب اتفضلي يلا اجري غيري هدومك عشان اوصلك بيكو. يا خراشي توصلني؟ والناس تقول عليا ايه لما تشوف راجل غريب موصلني بعد نص الليل؟